امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان موجود في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وقال إن الجمهورية الجديدة بتتسع للمصريين جميعا دون أي تفريق أو تمييز، وهي جمهورية الحلم والأمل وجمهورية العلم والعمل. قال كمان إنه أي تحدي أو صعوبات بتهون طالما المصريين على قلب رجل واحد. إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. في اتفضلوا استريح. كل سنه وانتم طيبين. اتفضلوا. متشكر جدا.
زغروته جميله جدا. مش عايز اخد وقتكم، مش عايز اخد وقتكم عشان قداسة البابا وعشان تكملوا الصلوات بتاعتكم، لكن ابدا كلامي بان انا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله دايما تبقى سنه جميله علينا كلنا، وسنه طيبه علينا كلنا، وخير وسلام وامان ورحمه ونعمه من الله سبحانه وتعالى. مش هطول عليكم يعني، لكن عايز اقول لكم ان احنا، انا بتكلم ومن خلال الفرصه دي بكلم كل المصريين، وبقول ان احنا في مصر يعني بدأنا طريق عهدنا فيه ربنا وعهدناكم، طريق عهدنا فيه ربنا وعهدناكم، بدأناه مع بعض وإن شاء الله هنكمله مع بعض، مع بعض كلنا. الطريق ده زي ما بنقول كده وسمعتم يمكن، طريق الجمهورية الجديدة اللي تتسع للجميع، تتسع لنا كلنا بدون أي فرق أو تمييز، للجميع نعيش فيها بسلام وأمان مع بعض. وخلي بالكم أنا بقول الكلام ده لكل الناس، لكل المصريين مش لحد بعينه، اوعوا حد يدخل بينا، اوعوا حد يفتنا، لأن ده مش هينتهي، وكل ما هنكمل وهننجح أنا طولت كده. طيب يعني أنا بقول الكلام دوت لأن إحنا في الأيام الجميلة اللي زي دي وإحنا والله بنحبكم، صحيح؟ متشكر. ربنا يعيني ان اكون خادم امين شريف للبلد ديت وليكم، يا رب يعيني على كده. لكن خليني اقول لكم ان زي ما قلت كده ان البلد بلدنا كلنا، تسعنا كلنا، واحنا لا، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحمي وبيستر. خلي بالكم اوعوا تنسوا احنا موجودين في بيت من بيوت ربنا، احنا في بيت من بيوت ربنا، ولازم تعرفوا ان اللي حامي البلد دي ربنا سبحانه وتعالى. دايما ندعوه ونتوسل اليه ونرجوه ان هو يحمينا ويهدينا ويكمل لنا، هو ربنا وبيسبب الأسباب. بيسبب الأسباب. مش عايز أطول أكتر من كده، لكن عايز أقول لكم إن الجمهورية الجديدة دي جمهورية الحلم والأمل، جمهورية العلم والعمل، الجمهورية القادرة وليست الغاشمة، المسالمة وليست المستسلمة. الجمهورية دي هنبنيها مع بعض. أي تحدي، أي صعاب تهون لو احنا كلنا دايما على قلب رجل واحد، كلنا مع بعض. فكل عام وانتم بخير، ومصر بخير، والدنيا كلها بخير. وكنت اتمنى ان انا يعني اسلم عليكم كلكم واحييكم كلكم واهنيكم كلكم، لكن يعني ربنا سبحانه وتعالى يزيح عنا يعني الجائحة
ويحمينا ويحميكم من كل ويحميكم ويحميكم. قداسة البابا، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت طيب. أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنتوا بقى أنتوا ما تعرفوش حجم التقدير والاحترام والمحبة اللي أنا بأكنه لقداسة البابا. صحيح؟ آه والله. خلي بالكم، خلي بالكم، الرجال بتوزن في المواقف والظروف الصعبة جدا. واحنا مش عايزين نقلب يعني كلام ملوش لازمة يعني، لكن قداسة البابا يعني انتوا كمان تخلوا بالكم منه يعني. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا طيبين. سنة وانتوا طيبين. اليوم 29 من شهر كياك المبارك، أحسن الله انقضاءه وعاده علينا وعليكم أن نغفر خطايا الآثام من قبل مراحم الرب إلهنا، أمين. اليوم 29 من شهر كياك المبارك، أحسن الله انقضاءه وعاده علينا وعليكم أن نغفر خطايا الآثام من قبل مراحم الرب يا أبي وإخوتي، أمين.